يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم شيخاً أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها، اللهم فشفعه في. هل هذا حديث صحيح؟ وما فقهه؟ ومن أي أنواع التوسل؟ هذا تكلم عن شيخ الإسلام بن تيمية في كتاب التوسل والوسيلة، وأطال الكلام فيه بما خلاصته فيما يظهر لي أن الحديث غير صحيح، ولا يجوز أنه يعمل به في هذا الأصل الخطير الذي هو التوسل بالأشخاص إلى الله عز وجل، لا الرسول ولا غيره. أما التوسل بالدعاء بدعاء الصالحين هذا لا بأس به، إنسان موجود وحي تطلب منه أن يدعو الله لك، هذا شيء طيب دعاء الصالحين. أما التوسل بذواتهم أحياءً أو أمواتًا فهذا لا يجوز. نعم.